بين 11 و18 كانون الثاني جانيوري سنة 2012 أجرى فيسبوك واحدة من أكبر التجارب بالتاريخ من نوعها، لأنها تمت على 689,000 شخص. لما منفيق كل يوم ومنحب نتصبح ونبدأ يومنا بشكل غير صحي إطلاقاً، منفتح تطبيق الفيسبوك وهو بيختار لنا شوي من منشورات أصدقائنا لتطلع بالنيوز فيد. فببساطة يلي عمله الفيسبوك بهالتجربة هو أنه بيقلل عدد المنشورات الإيجابية يلي بتطلع له لمشارك التجربة لما بيكون فاتح الفيسبوك، أو بيقلل عدد المنشورات السلبية يلي بتطلع له حسب أي فئة تم ضمه إلها بشكل عشوائي بهالتجربة. الناس اللي تمت عليهم تجربة هن مستخدمي فيسبوك مثلي ومثلك، بل عمليا أنا وإنت وإنتي كان ممكن نكون منهم أصلا، لأنه بالحقيقة ما حدا طلب رأيهم أو إذنهم إذا مستعدين يشاركوا بتجربة أم لا. وهذا الشيء أثار ريبة وانزعاج وغضب نسبة لبأس بها من الناس، وللحقيقة أنا كنت منهم. ويلي منكم سمعان حلقة بودكاست ريبوز عن الموضوع يمكن بيتذكر هالقصة. بس يا ترى معنا حق ننزعج ونرتاب ونغضب من هالتجربة؟ أنا اسمي جابر وأنت عم تحضر ريبوز، قناة تحترم من عندك عقل وأنك بتحب تشغله. اشترك بقناة إذا كنت جديد هون، زر سبسكرايب تحت زر اللايك بشوي، وإذا بتحب هالقناة تستمر زور patreon.com/ripples، بتضغط على الكارد بالزاوية من هون لتدعم بالمبلغ يلي بناسبك. شكرا سلفا لاهتمامك وخلينا نبلش. لما تفتح موقع www ما بتذكر على شو كنت عم دور .org، احيانا ممكن الصفحه اللي تطلع لك شوي تختلف عن يلي كانت رح تطلع لي لو اني كنت عم زور هالموقع على نفس الرابط بنفس اللحظه. بالنسبه لاي حدا بيشتغل ببرمجه او تصميم المواقع هالشي اخبار قديمه، وبيقول لك اي نعم هاد اسمه A/B testing. بيكون بدنا نعرف اي تصميم او خط بيخلي نسبه اكبر من المستخدمين يضغطوا مثلا على زر الاشتراك بالنيوزليتر انه والله يوصل للمستخدم ايميل اسبوعي من الموقع، او بدنا نشوف اي طريقه عرض بتزيد احتمال شراء منتج، او ضغط زر التبرع، او اي شيء تاني بهم صاحب الموقع. وبعض الزوار بيشوفوا النسخه A من الموقع بينما زوار تانيين بيشوفوا النسخه B، وبعد فتره الاختبار بنشوف كيف اختلف سلوك زوار الموقع بناء على النسخه اللي شافوها. إذا لاحظت هالشي بيشبه الطريقة العلمية، ياما سمعنا أنت بحلقات ريبلز كيف الباحثين بياخدوا مجموعة من مشاركي التجربة وبيعملوا لهم كذا، ونفس الشي تماما عند مجموعة تانية، بس بيكون في عامل واحد مختلف عن النص الأول اختبارا لدقة فرضيتهم حول ما إذا هالعامل رح يكون له أثر معين على سلوك الناس. نفس الشي بعلوم الطب والصيدلة وبتبسيط شديد، يعني لما بدهم يختبروا دواء جديد بمراحل متقدمة كتير طبعا بيقارنوه مع بلاسيبو، يعني مع مادة غير فعالة، بحيث الكل بالتجربة بياخدوا حبة دواء مثلا بلا ما يعرفوا إذا فيها مادة فعالة أم لا، وبيتم قياس الأثر على أجسامهم لنعرف بالنتيجة إذا الدواء عن جد فعال أم لا. أصلاً هالطريقة الظريفة كلها بدأت سنة 1835 بحادثة اختبار إذا الهيميوباثي فعلاً قادرة تعالج الأمراض ولا مجرد هراء. تخيل من وقت خرافة الهيميوباثي موجودة، وطبعاً ما في داعي إلك بأنه من وقت اتضح بأنه الهيميوباثي علم زائف وما إلها أثر، مع هيك لسه بتقابل ناس مؤمنين فيها أحياناً وبيدافعوا عنه. طريقة الاختبار هيدي بتتسمى بالطب Randomized Controlled Trial، وبعض المجالات التقنية بتتسمى A/B Testing، وبالعلم عموماً بتتسمى Randomized Experiment. ومثل ما لاحظت هي طريقة ممتازة بكثير من الأحيان لنعرف بالضبط إذا شيء بيشتغل عن جد ولا لا، وساهمت بشكل رائع ببناء معرفة علمية تراكمية فادت البشرية بعدد لا يحصى من المجالات. خذ مثلا مواقع المواعدة أونلاين. ب 14 شباط 2018 عملت أنا هون على ريبلز حلقة بعنوان الحب في زمن .com، وخلينا ماركيز يتقلب بأبرو، إذا ما أنك حضرانا بتلاقيها بآخرة الفيديو. حكيت لك فيها عن عدة مواقع وتطبيقات مواعدة على اعتبار أنك أكيد ما سمعان فيهم، يعني وأنه منها موقع اسمه أوكي كيوبيد يلي أنا بالعادة بحب سميه أوكي ستوبيد على رأي الكوميديان بيل بير. يعني فهو يدعي، هو يعني الموقع طبعا مو الكوميديان، أنه بيستخدم الرياضيات ليوفق القلوب على بعضها. إذا ما بتعرفه باختصار هالموقع بيطلب من المستخدمين ما بس إنه يحطوا صور لحالهم، بل كمان يجاوبوا على أسئلة بعدة مجالات بالحياة، وهو بقى بياخد هالإجابات وبيمرقها على خوارزميته بحيث إجاباتك بتخليه يقدر يستنتج شو نسبة التوافق بينك وبين أي مستخدم آخر لهالموقع. لهيك كل ما تشوف حساب بيكون معه رقم عم يقلك قديش بالمية أنتوا اثنين متوافقين. الحلو إنه الشباب برا هالموقع بيحبوا الرياضيات فعلاً وبيحبوا يعملوا كتير تجارب. فمرة تسألوا الجماعة إنه يا ترى قديش بتغير تفاعل الناس مع بعض وتراسلهم على موقعنا لو حطينا نسب توافق وهمية تحت صور الحسابات. يعني إذا في شاب بيناسبك بنسبة 80% برأي الخوارزمية، ضمن فترة هالتجربة ربما يطلع لك تحت صورته 50% مثلاً بدل 80. فعملوا اختبار A/B كمان بحيث بإنه تطلع نسب وهمية لجزء من المستخدمين ويقارنوا سلوكهم مع الجزء الآخر يلي بتضل تطلع له النسب الأصلية. ومثل ما صار بقصة الفيسبوك يلي بلشنا فيها الحلقة، في ناس اتضايقوا من الموقع لأنه عمل هالحركة.
هالعالم ويمكن انت تكون منهم تسألوا بأي حق الفيسبوك والأوكي كيوبيد بيعمل علي هيك تجربة؟ شايفيني فقر تجارب وعناوين الصحفي اللي تناولت هالمواضيع كان بالضبط هاد اسلوبهم بتغطية هالدراسات. فأنا هون اليوم لقلك بأنه هالسؤال المنزعج من اختبار الاي بي هو مبني على شيء من الانحياز الفكري وسموه علماء النفس اللي درسوه The AB Effect. ومثل ما رح نشوف بعد شوي هالانحياز أو هالأثر ربما إله أهمية أوسع من مجرد قضايا مواقع ويب وسوشيال ميديا. للوهلة الأولى يبدو لنا بأنه كتير من الوقاحة أنه الفيسبوك بشكل عشوائي بيقرر بأني بنتمي والله لمجموعة A أو B وعم يتلاعب بالمحتوى اللي بيطلع لي على حسابي حسب أي مجموعة طلع لي بالصدفة، حتى لو كان هالشي لمجرد أسبوع واحد فقط. بس لما منفكر فيها شوي هالتجربة فيها تلاعب مقارنة بشو بالضبط؟ ببقية الأسابيع يلي ما فيها إلا خوارزمية أو طريقة واحدة فقط لإظهار المحتوى لكل مستخدم، وين وكالات الأخبار؟ ليش تقريباً ما حدا مزعوج؟ ما هالخوارزمية كمان عم تتجرب علينا. إذا صار لك عم تستخدم الفيسبوك 5 سنين مثلاً، فسواء عرفت أم ما عرفت خوارزمية إظهار المحتوى على حسابك عم تتعدل وتتطور بشكل مستمر، وما حدا أخذ رأيك بهالتغييرات ولا بالأصلية ولا سمعت أنت بالموضوع ولا حدا اعترض. Like don't get me wrong، الفيسبوك عموماً يتحلى بشيء من الوقاحة وأنا ما بتهويني أبداً عادة الدفاع عنه، بس انه لنقول ما لنا وما علينا، يعني عدد منشورات الاصدقاء عندك والصفحات اللي عاملهم لايك هائل جدا، فالفيسبوك مضطر يعمل طريقه فلتره ليحاول يحط لك اكثر محتوى ممكن يعجبك. هي الخوارزميه، فانت باي لحظه استخدام بالضروره ما بتعرف شو عم يخبي عنك الفيسبوك. فانا لما بنزعج من انه عم يختبروا اكثر من طريقه باختيار المحتوى يلي بيظهر للمستخدمين بيكون في ادعاء ضمني جواتي انه الخوارزميه الاصليه كانت مثاليه مبنية على أصول محكمة ورائعة وبتعجبني، خلافاً لاختبار الـ AB يلي عم يجربوا فيه أكثر من خوارزمية. ولكن على أي أساس فيني ابني هيك ادعاء؟ الباحثة ميشيل ماير هي وعدة باحثين آخرين عملوا 16 دراسة على أكثر من 5000 شخص وبمجالات عديدة مثل الرعاية الصحية وتصميم سيارات ذاتية القيادة أو مكافحة الفقر حول هذا الأثر وأسبابه، وخلصوا للنتيجة التالية: اختبارات الـ AB المصممة لتعرف أي خيار هو الأفضل، سواء كان هالخيار سياسة أو خطة أو علاج أو طريقة تعامل مع وضع معين، الناس عموما بتعتبرها غير مريحة وغير مناسبة inappropriate، حتى لو كان تطبيق خيار A فقط أو بي فقط على الجميع وبدون اختباره مسبقاً يعتبر مناسب من قبلهم ومانو غير مريح، مانو inappropriate. إذا ما ركبت معك هلأ بتركب لما بقلك تعريف الـ AB effect بالضبط: تطبيق سياسي غير مختبرة سابقاً مبني فقط على حدس حيال ما يجب أن يتم القيام به، هو عند كثير من الناس مع دعات للاعتراض أقل من اتباع أسلوب تقييم صارم لخيارين أو عدة خيارات يلي لو كان كل خيار معروض منهم لحاله لما كان يدعوهم للاعتراض، أو على الأقل لنفس الدرجة من الاعتراض. يعني إذا ما بنعرف من أفضل تطبيقه خطة A أو B، كثير من الناس بفضل أن يعيشوا بعالم يكون فيه A فقط هو السائد أو B فقط هو السائد، على أنهم يعيشوا بعالم عم يتم فيه اختبار A و B نفس الوقت لنعرف من الأفضل بيناتهم. والأثر موجود عند الناس بعيداً عن مدى ثقافتهم وتحصيلهم الدراسي، وموجود حتى عند العاملين بالمجالات اللي تمت دراستها. قاموا الباحثين بحبشوا شوي بأشباب نشوء هالأثر، قاموا الباحثين دوروا شوي بالعوامل يلي ممكن تساهم بخلق هالأثر، ولحد هلأ طلع معهم ما يلي. أول شيء يبدو بأنه في عنا اعتقاد بأنه الكونسنت، بأنه موافقة الأفراد الصريحة ضرورية لنطبق عليهم سياسة أو خطة أو دواء معين، فقط لما بيكون الكلام عن نص المجموعة أو نص الفئة من الناس، بس ما منحسه ضروري لنفس الدرجة لما بيكون التطبيق على جميع أفراد هالفئة. في عنا كمان نفور من التجارب يلي فيها مجموعة مقارنة، يعني الكنترولد اكسبيرمنت، بس ما من التجارب يلي بتتم على الكل. وثالث شيء، وهي يمكن خطيرة ومثيرة للاهتمام شوي، في كمان شيء كأنه نوع معين من وهم المعرفة، وكأنه يعني وهم المعرفة بالوكالة، بحيث بأنه الواحد عنده عموما اعتقاد أنه ما في داعي تنعمل اختبارات الـ AB لأنه الخبراء أصحاب القرار بمجال ما بيعرفوا سلفا شو هو الصح واللي لازم ينعمل، أو على الأقل لازم يعرفوا، أنه يعني وفقا لانحيازاتنا لازم يعرفوا كل شيء سلفا بدون ما يعملوا اي شيء بيشبه تجربه علميه، وياخذوا القرارات الصحيحه الواجب تطبيقها على الكل، او انه يعملوا شيء مثل التجربه بس بلا مجموعه مقارنه، خلص يجربوا علينا جميعا كلنا بالهوا سوا، يا بتزبط يا ما بتزبط، يا بتزبط يا ما بتزبط، يا ما بتزبط يا بتزبط. كلنا مفكرين من قبل قديش الحكومات بشكل عام تقدم سياساتها بطيء، وبتحسه مبني احيانا على شيء من التشليف والتفكير وراء المكاتب والتنظير على الكراسي، وبتشوف هالخلافات بين التوجهات الاقتصاديه او الاجتماعيه للاحزاب السياسيه المختلفه حول ما يجب فعله حيال وضع ما، رغم الاتفاق على النتيجه المرجوه احيانا بس بيكون في خلاف على طريقه الوصول الها. الاشياء بتخلي الواحد يقول لحاله انه يمكن لازم يكون موضوع هالحلقه عامل ضجه ومعروف اكثر بكثير من الوضع الحالي،
بدل هالتخبط بتطوير أساليب التدريس أو الخطط الضريبية أو الرعاية الصحية وألف شغلة تانية قد يكون مثير الاهتمام لو الدول بتعتمد أكثر على نظام تجريبي مدروس من هذا النوع تبع الـAB لتحقيق تقدم بفهمنا ومعرفتنا للطرق العديدة المقترحة لتناول هالأمور. بأمريكا مثلاً مرت فترة كان فيها كتير كلام عن سلوكيات الشرطة مع بعض المواطنين والإشكالات المتعلقة بهالموضوع، وكتر معها الحكي بأنه لو الشرطي بيلبس على جسمه كاميرا عم تسجل على طول كل شيء ممكن هالشي يساهم بتحسين سلوكه، فتم فعلاً وضع هالادعاء قيد الاختبار بحيث اختاروا عشوائياً نسبة من الشرطة يلبسوا هالكاميرات ويتقارنوا بزملائهم يلي ملابسين هالكاميرا من نواحي قديش بيجي عليهم اعتراضات، قديش استخدموا العنف وكتير عوامل تانية. النتائج ما زالت شوي متضاربة، لكن المهم بأنه عم يتم بناء معرفة تراكمية شوي شوي، ومع الوقت نتوصل لحقائق أفضل يمكن البناء عليها. أي مواضيع جدية عم تأثر على حياة نسبة كبيرة من الناس. وسؤال الحلقة اليوم برأيك شو اللي رح يتحقق بالأول؟ الموت الحراري للكون أو أن حكوماتنا تتبع المنهج العلمي بلا جد هلأ؟ سؤال الحلقة اليوم هو قديش برأيك بشكل عام هالكلام قابل للتطبيق على مستوى البوليسيز والسياسات يلي ممكن تتبعها الحكومات، وشو المشاكل يلي ممكن تطرد طريق تطبيقه غير طبعا الحياز اللي حكينا عنه سلفا؟ ناقشني بالتعليقات بعد ما تشترك بالقناة وعمل لك الفيديو إذا عجبك وانشره مع أصدقائك. شكرا كثير لوقتك ومتابعتك، والشكر الأكبر دائما لداعمي ريبلز على باتريون. إذا بتحب تنضم لاجتماعاتنا الشهرية وبتتمنى اجتماع شهر ديسمبر ما يكون آخر واحد، اضغط على هالمربع بنص الشاشة لتساهم باستمرار القناة وتدعم بالمبلغ يلي بناسبك. قد ما كان صغير بالنسبة لك بيعني كتير إلي ولكل حدا عم يتابع هالقناة بس ما قادر يدعمها ماديا. شوف فيديوهات قديمة من ريبلز هون وتذكر تفعل جرس التنبيهات لحتى أشوفك بالحلقة الجاية. سلام.